هذا غير موجود. نصيحة الأخوة جميعا الشباب والشابات، أنه لا تنسون الله في خلواتكم. يعني ترى إحنا لما نجلس كل واحد بيده تليفون، نحن نشعر بأنه لا يوجد أحد معنا، ولكن حقيقة معنا الله. فأي إنسان يجلس وحده لا ينسى الله. إذا لم تنسى الله فإن الله لا ينساك. إذا لم تنسى الله فإن الله لا ينساك. وأنا أذكر أحد الأخوة اللي اعتقل في زمن النظام البائد، لما سألوه شلون أنت طلعت، يعني شلون طلعت من هذه الاعتقال. ذاك الاعتقال في ذاك الزمن كان صعب خصوصا بالثمانينات. قال لهم أنا بس مجرد وصلوني للجسمة رفعت عيني للسماء، قلت يا ربي أنا يعني عرفتك في السراء والضراء، أنا الآن أريدك أن تعرفني، أنا عرفتك في كل حال، ما نسيتك. ما طول طلع. يعني كان صادق في دعوة الله. قال لهم أنا دعوت ربي بأن أنا ما مر علي وقت ما عرفتك، ما ميزت بين سراء وضراء، عرفتك دائما فعرفني اليوم. الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء وخرج لأبسط الأسباب كما يقال.